البنات كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الطبق اكلتنا اليوم او فكره اليوم هو طبق الكوارع بالحمص. ولا عجبكم الطبق يلا معايا تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير. الكوارع وحنا راه نشوطو ديجا وطرسو مزيان، ولكن عاودنا نصنعهم درنا فيهم الخل نصنعهم مزيان. هذا ديال الخروف ماشي ديال يعني هذا كبير بكره هذا ديال الخروف ديال العيد. المهم نصنعهم مزيان غنصفيهم غنحطوهم في طنجره وفي الحله ونزيدو عليهم باقي المكونات. صفيناهم وحطيناهم في الطنجره وغادي نزيدو عليهم البهارات اللي فيهم، فيهم الخرقوم او الكركم ومعلقه معلقه تقريبا معلقه صغيره عامره ديال الكركم ومعلقه كبيره ديال الكمون ونص معلقه صغيره ديال كزبره ناشفه وفيهم سميتو هذا الزعفران الحر. الزعفران الحر غنديرو شويه في الماء. هانتوما دا الزعفران درنا فيه شويه الماء باش يطلق اللون. نديرو في البهارات وعندنا هذا مسير حار مسير ولا ليمون مع صفار. وعندنا الثوم باش مكترتو الثوم حيت حنا عندنا هنا ما شاء الله جوج ديال الرجول ديك الكوارع ديال جوج ديال الخرفان يعني مكترين سميتو مكترين الثومه. وهاد الثومه هادي بلديه ماشي العاديه ماشي ديك ماشي الروميه. صافي هادشي اللي كاين. والزيت زيت الزيتون كدير نص كاس ديال زيت الزيتون. صافي هادشي اللي فيه غنحطو هادشي ونردهم فوق النار. صافي ونزيدو عليهم اللي بغي يسوي الحمص ولا هذا ولا اللوبيا الفاصوليا ولا شو كنديرو. المهم السمن تيكون السمن الحر ولكن تالي ما غنحطوش دابا حتى هذا شويه ياخذ الطياب ديالو هذاك الحمص وهذا. من بعد كنزيدو السمن. المرحله اللي غنزيد فيها السمن غادي تشوفوا ان شاء الله غنوريه لكم هادشي اللي كاين دابا. هانتوما كيشفتو ما هرسناش هذيك الثوم تنخلينا كيف ما هي مع بهارات ونكبو شويه ديال الزعفران اللي حنا ذوبنا. وهذاك نص كاس الزيت والحمص اختياري اللي باغا يدير المراش ما يديروش باغا يدير اللوبيا ولا الفول ولا اللوبيا ولا الفول اللوبيا ولا الفاصوليا ولا شو يقولي هذيك اليابسة الناشفة. سينو هذا خلى في الحمص وصافي. حنا كدرنا اليوم الحمص صافي كنحطو فيه تقريبا هاد المقادير هادي كنحطو فيها لتر ونص ديال الماء لتر ونص من لتر وتر لتر ونص ديال الماء. نخلوهم يغلاو ما درناش كيش تشوفو ما درناش الملح لا
انا دايرين هذا الليمون او الحامض مصير وعاد غندير السمن، يعني ما غاديش نحتاج ندير الملح حتى نذوقوا عاوتاني نشوفوا الا كنا محتاجين الملح غادي نزيدوه. هادشي اللي كاين دابا غادي نحطوه فوق النار، نزيدو عليه ايطرو ونص ديال الماء، من ايطرو حتى ايطرو ونص ديال الماء. نقول لكم شحال خد عليا ديال الماء، واش ايطرو ولا ايطرو ونص. وصافي هادشي اللي كاين، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هانتوما البنات هادشي درنا ايطرونس ديال الماء وشرب، يعني تشرب هذاك الماء. دابا حلينا عليه باش نشوفوا شنو خاصو. غادي نزيدو كي قلت لكم السمن ما خلينا حتى التالي، غادي نزيدو مازال واحد ايطرو حتى الايطرو لا ربع ديال الماء على قبل الحمص، مازال ما طابش مزيان. غنزيدو دابا هاد المعلقه ديال السمن ها هي، ونزيدو عليها الماء ونسدو عليها عاوتاني. وحنا مطيبينو غير على الفحم، مطيبينوش في فوق البوتاكاز. درنا طياب ديال طبيعي طياب الفحم، ثم حنا مطيبينو غير فوق الفحم. غادي نحطو دابا هانتوما كيف قلت لكم زدنا هذاك السمن، ودابا غادي نزيدو عليه الماء، والماء على حسب الكميه ديال الكوارع. انا كي قلت لكم هنا ما شاء الله جوج ديال الخرفان، يعني الكميه على حسب يعني الماء على حسب الكميه. صافي غنكبوا هنا الماء، نزيدوا الماء وما غاديش نزيدوا الملح هنايا، غنستناو حتى نشوفوا عاوتاني واش غادي يكون ناقص ولا يكون يعني صافي اكتفينا بالسمن بوحديته ولا غادي نزيدوا الملح. هذا ما كان غنخليوه نغطيو عليه ونخليوه ثاني حتى التالي ونشوفوا ثاني اشنو ناقصو. هانتوما معايا فيديو. وهذا البنات هو الطبق ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. كيف ما شفتوا ها هو يعني الطبق يعني موضح راسو ما شاء الله معلق، يعني الكوارع طابت مزيان او استوت مزيان. اللي خدات لينا من الوقت ديال ساعتين على الفحم، وخدت لينا من الماء 2 لتر او 2 لتر من الماء، لان كان الحمص على حسب الانويه نوعيه الحمص، ما كانش كي يستوي بسرعه او كيطيب بسرعه، كان كيشرب الماء بسرعه. هادشي علاش زدنا الماء تقريبا توتال هو 2 لتر. هادشي اللي كاين، ما اكتفينا بالسمن، اكتفينا بالليمون المعصفر، يعني ما درناش الملح نهائيا. صافي نتمنى يعجبكم هذا الطبق، ونتمنى انكم تجربوا وتردوا لي في التعليقات ديالكم، اللي دائما كتدعمني وكت يعني كتخليني نزيد القدام. ودائما كنقولها شكرا لكم، شكرا الدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله، كنقول لكم بسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.